لك أن تعرف مدى إيمانك، فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. أغفل للذنوب، أغفل للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ بالله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يراه ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه، كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه وهو يراه؟ هيهات هيهات، والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصة، والله لن تنال ولايته حتى تترك شهواتك وتصبر على مكروهاتك وتبذل نفسك لمرضاته. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك قائم. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى. ومعنى الحديث، لو علمتم ما أعلم من عظمته جل في علاه وانتقامه ممن يعصيه لطال بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ولما ضحكتم أصلا. يا مدمن الذنب أما تستحي؟ الله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إنفاذه وستره طول مساويك. اسمع فضيحة العصاة يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إياك والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استجرج من عاصي وقصم من جبار وظالم. إذا همت الناس بالمعصية فذكرها بنظر الله، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. إذا خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان فقل لا أستحي من نظر الإله، فإن الذي خلق الظلام يراني. الله الله في مراقبة الحق جل في علاه، الله الله في الخلوات، الله الله في البواطن، الله الله في النيات. فإن عليكم من الله عينا ناظرة، فسبحان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. راقب العواقب تسلم، لا تمل مع الهوى فتندم،
أين لذة المعصية؟ أين تعب الطاعة؟ رحل كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كنت تعصيه مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك، فما أشد وقاحتك وما أقل حياك. اقبل الموعظة، اعمل بالنصيحة، لأنه من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يا مسكين، بأي بدن ستقف بين يدي الله؟ وبأي لسان ستجيب؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فماذا أعددت للنجاة من عظيم عقاب الله وأليم عذابه؟